انت بتقولي ان ورا الانتصارات دي اكيد في كواليس كتيره ومليانه تفاصيل، وده اكيد مظبوط مليون في الميه. تعالوا بقى ناخد فكره ولو مبسطه عن جانب من هذه الكواليس من خلال كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله النادي الاهلي. كابتن طارق صباح الفل عليك، وسعداء بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي، ومليون مبروك للانتصارات الرائعه اللي بتتحقق دي. صباح الخيرات عليكم. صباح الخير يا كابتن، مبروك علينا، مش هقول مبروك عليكم، مبروك علينا جميعا. وخلينا نعرف من حضرتك يعني اولا ايه الصعوبات اللي كانت بتواجهكم، وفي نفس الوقت انت بتتكلم عن بطولات كبيره جدا، ماتش امبارح تحديدا كمان، ايه اصعب الاوقات او اللحظات اللي مرت على حضراتكم على الفريق، ازاي كنتوا برضو بتحافظوا على السكور لاخر لحظات؟ اتفضل يا كابتن. والله احنا انا جايبها من اول الموسم، كنا جاهز فرقه، أنا مسكت الفرقة في نهاية الموسم بشهرين. كان عندنا دروب في بعض البوزيشن، قدرنا نتفق مع ناس تكملنا البوزيشن ده زي هلا مصطفى أو كرة الأشرف. الموسم الطويل احنا حطينا ليه بلان إن احنا عايزين نعمل موسم استثنائي، فالحمد لله كل عناصرها مكتملة، جبنا محترفة راكبة على شغلنا، فحطينا بلان طويل إن احنا عايزين الأول حطينا تارجت يعني عايزين نعمل موسم استثنائي بدون هزيمه. وقعدت اغرس دي في الفرقه لحد ما صدقوا، يعني دي كانت البذره الاولانيه. الاثنين التوفيق بقى بتاع ربنا ان انت تلعبي فاينل مرتبط، اول بطوله دي بتفرق معاكي انت شخصيا في اي مسابقه، انك تلعبي فاينل دوري المرتبط من غير المحترفه مصابه، فتكتبي سبورتنج قوي جدا 30 بوينت. دي كانت البدايه ان الفرقه تصدق ان هي ممكن تبقى فرقه صلبه جامده باي حد من ال 12. الصعوبات اللي قابلتنا كتير، منها تجمعات المنتخبات بيتاخد من عندي 6 7 ويبقى عندك 2 3 مصابين، فما بتمرنيش، مش عارف اتمرني، بتمرني 4 لعيبه، مش عارف تحطي التارجت او تكملي، بيجي لي 6 من المنتخب شبه جاهزين او مجهدين، واللي في النادي مش عارفين نلعب 5 على 5. دي كانت صعوبتها. انما الاولاد كانوا رجاله، قادرين يتماسكوا بروحهم زي ما انت شفت كده في فاينل امبارح، وهم حتى بيستلموا الجائزه روحهم عامله ازاي. عملنا تيم مش فرد، يعني انا عندي نجوم ثريا سرعية ويرانيين ميرال فريده محترفه، بس ما يبانش ان انا عندي نجم لوحده، احنا بنبني تيم. فضل ربنا كبير جدا ان احنا نحقق 5 بطولات بدون هزيمه، يعني ما مش احسن من كده، ان احنا نسعد نفسينا ونسعد جمهور النادي الاهلي كله. رائع. ممكن اختلف في كلمه صغيره؟ انا عارف والله عارف يا كابتن طارق، تسمح لي يعني، احنا في بيتنا البنات ما كانوش رجاله، بنات كانوا بنات، بنات كانوا اقوياء جدا بس صح كده؟ تمام. انت عارفه ان الموضوع ده عامل لي ازمه دايما بالظبط، لان انا مسكت ولاد درجه اولى، اللفظ ده على الثاني على طول. ماشي. طيب كابتن طارق، هنرجع نقول بجد والله ما مجامله، مجهود رائع واللي حضرتك بتقوله ده فعلا احنا كلنا كنا سامعين عنه على الاقل مش بس عارفينه، والترن او الكامباك اللي حصل بالارقام وبالرانكينجز والبطولات اللي حضراتكم يعني حصلتوا عليها، ده بيترجم قد ايه كان في مجهود كبير جدا بيتم. لكن في شق مهم قوي يمكن احنا اتكلمنا عنه في كره القدم، بس هو يطبق او يعني ممكن ان احنا نقيس عليه في كل الرياضات الاخرى، فكره ان انت بتاخد فريق بتشتغل عليه برضو ما كانش عنده يعني استقرار شويه، قدر ان هو بعد كده يتحسن وضعه بشكل كبير جدا، قدر ان هو يتالق بشكل كبير جدا، قدرت ان انت ترجع الروح للعيبه مره ثانيه، ده مش سهل، ده بيبقى عليه برضو عامل مع الفني عامل نفسي كبير. كابتن طارق حضرتك جمعت بين الاثنين ازاي؟ دي برضو نقطه مهمه. انا بطبعي ان انا لما بمسك فرقه كل الاجتماعات اللي بنعملها بنحط زي ما بقول لك تارجت طويل، وعايز فرقه، عايز تيم، مش عايز نجم. دي وتصدق ان انت تقدري حته تصدق دي، يعني بطوله افريقيا 2016 رجال اللي احنا كسبناها، فرقتنا كانت قليله بالنسبه لتاخد بطوله افريقيا، ما كانش حد مصدق. هي غرز، وده اتعلمته انا او اتعلمته من النادي الاهلي، حتى لو انت فريق مش قوي ازاي تغرز ان انت تكسب. اللعيب لو صدق انه يقدر يكسب انت بتحقق حاجات. العامل النفسي مهم جدا، الواحد يصدق الاول بعد كده فعلا ده يترجم بالفنيات على الارض. ده مهم جدا مع قاعده فرديه، معانا كمان دكتوره نفسيه في الفرقه. احنا التيم قريب قوي، الجهاز الفني كله قريب قوي مع الاولاد والبنات، فدي عوامل مساعداتي
ان انت تبقي الولاد يصدقوا احنا محتوينهم قوي، زائد الكبار بقى الفرقه دينا عمرو على زريع على راضين وسعاوي برضو محتويين الفرقه. عملنا الجزء ده اشتغلنا فيه. انا دايما بقول التدريب عباره عن جزء فني، جزء معامله، كاتشانه، اداره المباراه من خارج الملعب. هي ده مش ان انا احط خطط هجوميه ودفاعيه فقط. صحيح. هي خطط هجوميه ودفاعيه، وتديري الماتش وتديري دماغ البنات ان هم اللي واقع منك ازاي تجيبيه، اللي فاكر نفسه ان هو سوبر ازاي تجيبيه داون. كل دي نقط مهمه فعلا. وعلى فكره لو ما كانتش اتعملت كما ينبغي ما كانش الانجاز الاستثنائي ده اتحقق، وده في حد ذاته برضه يا كابتن طارق يعني اكيد بيحط عليكم عبء كبير. فكره العلامه الكامله اللي اتحققت في كل البطولات اللي شارك فيها فريق سيدات سله النادي الاهلي، طب اللي جاي لازم ما يقلش، فدي برضه تعتبر تحدي في حد ذاتها. هتتعاملوا ازاي مع النقطه دي؟ ازاي احنا يعني احنا مديين فتره راحه ببلان مع المعد البدني، الناس الوزن بالذات عشان ما حدش يقع مننا. مش عايز راحه سلبيه لمده شهر ولا شهر ونص. احنا نفس الكلام، هيبقى بلان طويل هنحط فيه تارجت، بس هيزيد علينا ان احنا عندنا بطوله عربيه وبطوله افريقيه ان شاء الله السنه الجايه. يعني عندنا 7 مشاركات السنه الجايه ان شاء الله. نتمنى او ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى السنه الجايه موسم استثنائي ب7 بطولات ان شاء الله. ان شاء الله ده وعد مني ان شاء الله يتحقق. قدها وقدود واثبتوا ده بالفعل، مش لسه في مرحله تجريب. الحقيقه الانجاز اللي اتحقق انجاز كبير جدا، بنهنيكم عليه وبنتمنى لكم المزيد من النجاحات ان شاء الله الفتره اللي جايه. مشكورا كنت معانا النهارده وشكرا جزيلا، وان شاء الله موفقين دايما. شكرا. حاجه محترمه قوي.